بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 86. وكذلك من ثبت إيمانه بعهد ذي القرن فإن أبا بكر عن حجاج عمر رضي الله عنهما فاعتقد به الصحابة وأجمعوا على قبوله والصلاة معه. ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أخافوا له بالطاعة وبايعوه صار إماما ينحر حجابه والوقوف عليه بما في ذلك من شرح حق المسلمين وإضافة دمائهم وذهاب أموالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل البداية تتوقف الدروس إن شاء الله إلى ما بعد رمضان لأن الاختبارات ستبدأ وإخوان بحاجة إلى أن يتفرغوا للاختبارات، فتتوقف من هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. وأما مسألة ما تثبت به الولاية والإمامة فكما ذكر المصنف رحمه الله وسبق أن بينا أحد ثلاثة أمور: إما بالبيعة من أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإما بولاية العهد كما حصل من أبي بكر لما عهد إلى عمر وأخذ المسلمون بهذا العهد، فثبتت ولاية عمر رضي الله عنه بعهد أبي بكر إليه. والثالث: إذا تغلب أحد من المسلمين بسيفه على الناس وأخضعهم لسلطانه ثبتت ولايته بالتغلب، ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من الفتنة وسفك الدماء، ولا تنتهي إلى شيء بل تنتهي إلى دمار. والغرض هو حقن الدماء واستتباب الأمن، فمتى حصل بأحد هذه الأمور الثلاثة كفى والحمد لله. هذه ثبوت البيعة عند المسلمين أحد هذه الطرق الثلاث. وأما ما يسميه الكفار الآن بالديمقراطية وطريقة الانتخابات وإلى آخره، هذا ليس من دين الإسلام وليس هو من هدي الإسلام، وهذا فوضى، هذا هو الفوضى بعينها. نعم. إذا ثبتت ولايته بأحد هذه الأمور الثلاثة فمن خرج عليه يريد شق عصا الطاعة فإنه يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد شق أو تفريق كلمتكم فأضربوا عنقه، فيضرب عنق الخارج على الإمام من أجل كف الفتنة عن المسلمين. الخروج على الإمام في دين الإسلام أمر محرم وشر، ولهذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة بوجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وفي الأحاديث الصحاح الكثيرة ما يثبت وجوب طاعة ولي الأمر حتى وإن جار وإن ظلم وإن فسق ما لم يصل إلى حد الكفر،
الكفر البواح فإنه تجب طاعته لما في ذلك من المصلحة العامة وكف الفتنة، ولما في الخروج عليه بزعم الإصلاح من الشر والفتن التي لا تخفى كما هو معروف في التاريخ أنه ما حصل من الثورات ومن الخروج على ولاة الأمور ما حصل إلا الشرور وسفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الأعداء، كل هذه فتن ومحاذير أشد من الصبر على جور الولاة وما يحصل منهم من أخطاء، الصبر على ذلك أخف ضررا من الخروج عليهم وشق العصا. نعم. ولا يحصل أن الوالي لازم يكون من أزهد الناس وأصلح، لو حصل هذا طيب يكون مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل عثمان ومثل علي، هذا ما هو بحاصل، هذا ما هو بحاصل، فالأمور يؤخذ بالأصلح فالأصلح والأنسب فالأنسب. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حب نقول إما أن يكون الوالي صالحا مثل أبي بكر وعمر والخلفاء الأربعة ولا ما يصلح، هذا إن حصل هو طيب، لكن ما هو حاصل، هذا ما هو حاصل من انقضاء عهد الخلفاء الراشدين والأمور فيها نقص فيها مخالفات، ومع هذا المسلمون مجمعون على طاعة ولاة الأمور، مجمعون على ذلك على طاعة ولاة الأمور مع ما فيهم من المخالفات ومع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، أوصى بطاعتهم والصبر على جورهم وظلمهم لما في ذلك من المصالح العظيمة. هذا الخلفاء الراشدين يعني ما حصل إلا في عهد معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل، حصل خير وحصل طمأنينة وساد المسلمين بحكمته وحنكته رضي الله عنه، وصار شجا في حلوق الفرق الضالة. ثم عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله المجدد أيضا حصل الخير الكثير، لكن بعد هؤلاء الولاة مثل ما هو معروف فيهم وفيهم، فيهم خير وفيهم شر، لكن ما داموا لم يصلوا إلى حد الكفر فإن الصبر على طاعتهم أحسن للمسلمين من الخروج عليهم بزعم الإصلاح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وينبغي أن لا يقال له حتى يقاتل فيبعث إليه من يشهد لهم الصلاة. أن لا يقاتل يعني الإمام. وينبغي أن لا يقاتل له حتى يقاتل فيبعث إليهم من يشهد لهم الصلاة. نعم، إذا خرج على الإمام جماعة لهم شوكة ومنعة ويخشى من شرهم فإنه يجب قتالهم كفا لشرهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان. ولكن قبل القتال يجب أن يراسلهم، يرسل إليهم من أهل العلم من يتفاهم معهم إن كانوا يعني عندهم خطأ ولم يعرفوا الصواب يبين لهم الخطأ، فربما يرجعون أو يرجع بعضهم. الله جل وعلا يقول فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا هو الصلح. فيرسل الإمام من أهل العلم من يتفاهم مع هذه الفرقة الخارجة ويسمع لشبهاتهم ثم يجيب عنها ويبينها، كما أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج قبل القتال في النهروان، فناظرهم عبد الله بن عباس رجع منهم 6000 رجعوا إلى الصواب،
والبقية عصت واستمرت على البغي، فقاتلهم علي رضي الله عنه ونصره الله عليهم نصرا مؤزرا وقطع شوكتهم. نعم. نعم. حصل المقصود، وإن لم ترجع حصل العذر وقامت الحجة، فيجب قتالهم كفا لشرهم، لأنهم أصبحوا متعمدين بعد البيان، صاروا متعمدين للشر، فيجب قتالهم. نعم. وقد روي أن علي رضي الله عنه راسك أهل الغرفة قبل رفعة الجبل وأمر أصحابه أن لا يجاوبوا من قتال. أنا أقول لكم أن ذكر المصنف الجمل هذا غلط، لأن الجمل غير اللي في الجمل، ما هم بغاة، اللي في الجمل فيهم من أفاضل الصحابة من سادات المهاجرين والأنصار، وإنما يطالبون بدم عثمان، وكان قتلت عثمان في جيش علي، في جيش علي، مندسين في جيش علي، فعلي لا يستطيع أن يمكن منهم، أنهم لهم شوكة ولهم. قال الله نعم وقال نعم الله. قال عمر فأنا أحسنه ثلاثة فأحسنه كل يوم طقيقا واستدفعنه لعلهم يتوب أو يراجعون الله. اللهم إني لم أحرم ولا منامهم ولا مرض عن سلامته ولو أنزلت رسالته لما بين بعيدهم. عمر استنكر على الذين بادروا قتل المرتد بدون استتابة، دل على وجوب استتابته، لعله يرجع، لعله يتوب إلى الله عز وجل. نعم. إذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يشمل الرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، يشمل الرجل والمرأة، ولو تركت النساء ترتد ولا تقتل حصل الفساد، لا بد من قتل المرتد. نعم. ربما يكون عنده شبه حصلت عنده أو شكوك، فيوضح له لعله يرجع ويتوب ويعطى 3 أيام يختار فيها. نعم. وأولى ذلك 3 أيام لأنها مدة قريبة. نعم. ينبغي أنهم يضيق عليه في مدة الاستتابة، بحيث أنه ما يعطى طعام كثير ولا ماء كثير، وإنما يعطى قدر ما يبقي عليه حياته حتى يعرف وبال أمره ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويقبس لحديث عمر وتكبر بهذا لعله ينعقد قلبه ويراجع دينه. نعم. وإذا ثبت هذا فلا تضرن بالرجال والنساء بوجوب صاحب الاعتدال. قول ذلك عن ابي بكر وعن عمر رضي الله عنهما لقوله عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وروى الدارقطني في اسناده ان امراه يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فبلغها مقبله النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها ان تتاه فان ذهبت والا قتلت. نعم. ولأننا نقصد بدل دين الحق بالباطل فتقتل كرجل، وإذا ثبت هذا فإن الرجل لا تصح إلا من عاقل،
نعم، لا تصح الردة إلا من عاقل، المجنون والصغير هذا لا يثبت له ردة لأنه لا عقل له، أنه لا عقل له. فلو صدر منه شيء من أنواع الردة وهو غير عاقل فإنه لا يؤاخذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا شرط من شروط ثبوت الردة، العقل، أن يكون المرتد عاقلا. نعم. لأنه غير مكلف. ولو قتل المجنون قاتل عمدا وجب القواد، لأنه معصوم الدم وإن كان مجنونا فهو معصوم الدم ومسلم، الأصل فيه الإسلام. نعم. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القواد إذا طلب أولياء. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن الصبي حتى يقرب، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يعني قلم التكليف، ليس عليه تكليف. نعم. قال القتل فإنه يكون بالسيف بالقياس على القتل بالقصاص لأنه أرضح للمقتول. نعم، يعني لا يقتل بشيء يعذبه ويطيل موته، وإنما يجهز عليه بأسرع ما يمكن من الآلات الحادة القاتل. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. مثلا: ومن جهل الله سبحانه بعد إطلاقه به فقد ارتد. هذا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام الاعتقاد، الاعتقاد لأن يجحد ربوبية الله عز وجل، أو يجحد إلهيته واستحقاقه للعبادة، أو يجحد شيئا من أسمائه وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة، فهذا من أنواع الردة، وهو ردة عقيدة. نعم. ومن جحد الله سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد لأنه لم يعرف إلها. كالذي يقول بقول الشيوعية، الذي يقول بقول الشيوعية الآن أنه لا إله ولا رب، وإنما الطبيعة هي التي تتصرف في هذا الكون، فهذا جحود للرب سبحانه وتعالى، وهذا أقبح الكفر وأشنع الكفر. نعم. ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس بموحد. كذلك من أنواع الردة الشرك بالله عز وجل، كأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يستغيث بالأموات ويدعو الأموات والجن، فهذا من أنواع الردة، هذا كفر صريح. نعم. وكذلك من جعل له ندا، ومن جعل لله ندا يعني شبيها من خلقه، من جعل له شبيها من خلقه وشريكا من خلقه، الحاصل أن من أنواع الردة الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه. نعم. ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى. كذلك كل هذا في العقيدة، يرجع للعقيدة، من اعتقد أن لله ولدا كما تقوله النصارى أن عيسى ابن الله، أو اليهود يقولون عزير ابن الله، أو الوثنيون يقولون الملائكة بنات الله، كل هذا كفر بالله عز وجل، لأن الله لم يتخذ ولدا، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، الله جل وعلا لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له،
ولأن الولد هذا يعني الحاجة إلى الولد، الناس يحتاجون إلى الأولاد لحاجتهم إلى الأولاد، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى ولد، ليس بحاجة إلى ولد، هو غني سبحانه عن خلقه، خلاف غيره فالناس بحاجة إلى الأولاد يساعدوهم. نعم. كذلك من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب شيئا من دين الإسلام فهو مرتد، وهذه ردة بالقول، ردة بالقول. ولهذا لما قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنزل الله فيهم هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم عليهم بالكفر بعد إيمان، دل على أنهم قبل هذه المقالة أنهم مؤمنون وليسوا منافقين بل كانوا مؤمنين، فلما قالوا هذه المقالة ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم، قد كفرتم بعد إسلامكم، في آية كفرتم بعد إسلامكم وفي آية كفرتم بعد إيمانكم. نعم. ومن كذب رسوله ورسالته. نعم. ومن كذب رسوله ورسالته. كذا مسبة الله أو مسبة الرسول أو مسبة دين الإسلام كل هذا من الردة بالقول، ولا يقبل من قائلها أنه يمزح أو أنه يلعب، هذا ما فيه مزح ولا فيه لعب، لا يجوز هذا، ولا عليه إلا التوبة، ما يقول والله أنا أمزح، ولا عليه أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالدين ما فيه مزح ولا فيه لعب. نعم. ومن أنواع الردة جحود نبي من الأنبياء، جحود نبي من الأنبياء، لأن الإيمان بالأنبياء كلهم ركن من أركان الإيمان، فمن جحد نبوتهم أو نبوة بعضهم ولو جحد نبوة واحد منهم فهو كافر. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا فرق بين من جحد نبوة نبي واحد أو جحد جميع الأنبياء، لا فرق بينهم، ولذلك كفر اليهود بجحودهم لنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر النصارى بجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك من جحد الكتب المنزلة من عند الله وقال ليس لله كتاب نازل إلى الخلق، هذا كافر صريح الكفر والعياذ بالله، أو جحد بعض الكتب كأن جحد التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو الزبور أو صحف إبراهيم فإنه يكون كافرا، لأنه يجب الإيمان بجميع الكتب كما يجب الإيمان بجميع الرسل. نعم. وكذلك من آمن ببعض الكتاب
الواحد وكفر بالبعض الآخر. فالذي يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعضه الآخر كافر بالقرآن كله، ولو كفر بآية واحدة أو بحرف من حروف القرآن إنه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فيجب الإيمان بجميع القرآن، نعم، وبجميع الكتب المنزلة من عند الله، ما عرفنا اسمه وما لم نعرف اسمه، ما سماه الله لنا وما لم يسمه، نؤمن بجميع الكتب النازلة من عند الله عز وجل وأنها كلام الله عز وجل. نعم. وكذا من جهد إثبات الله أو شيئا منه فقد كفر، لأنه كذب الله تعالى ورد عليه. قال الله تعالى: أعمل رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن جهد أحد أركان الإسلام أو أحد محرم فراغ إجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله. هذا من انواع الردة، اذا انكر ما علم من الدين بالضروره، كان جحد الصلاه او الصيام او الحج او الزكاه او جحد التوحيد انه كاذب، او جحد تحريم الخمر او تحريم الزنا او تحريم الربا فانه كاذب، لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. نعم. لا بأس، ما يخالف، يكون درس الجمعة هو آخر درس من أجل يسمع الجميع. نعم. هذا فيه خلط، الكلام هذا فيه خلط، لأن الحسين بن علي رضي الله عنه من صحابة رسول الله، عبد الله بن الزبير من صحابة رسول الله، ونحن لا ندخل في أمور الصحابة ولا نخوض فيما حصل بينهم، أن هذا عن اجتهاد منهم ولا ندخل في أمور الصحابة. وأما ما حصل ممن بعدهم فهو خطأ، ما حصل ممن بعد الصحابة فهو خطأ لا شك، وإن كان فيهم علماء هذا خطأ، جمهور الأمة لم يروا هذا الرأي. فإذا أخطأ واحد من العلماء أو اثنين أو ثلاثة فهذا لا يبرر خطأهم، اعتبر هذا خطأ. نعم. لأن الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله تأمرنا بالسمع والطاعة وعدم الخروج، هكذا أمرنا الله ورسوله، فمن أخطأ من العلماء فلا عبرة بخطئه. وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم يخرج على ولي أمر المسلمين، لأن الدولة التركية أول شيء أنها وثنية قبورية تبني الأضرحة، هذا المعروف عنه، تحكم بالقانون، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم ليس لهم سلطان على نجد ولا ولاية على نجد، وإنما كانت ولاية نجد بيد أهل نجد وأمرائها، كل بلدة فيها أمير حاكم. فالشيخ رحمه الله جاء ودعا إلى الله واجتمعت الكلمة وصارت الولاية واحدة، بدل أن كانت متوزعة في كل قرية، جمع الله على يده المسلمين في جزيرة العرب وليسوا داخلين تحت حكم الترك،
أبدا. الترك ما لهم على نجد سلطان، إلا أنهم يتسلطون على أهل نجد في جمع الضرائب فقط ظلما وعدوانا، ولا ما هم تحت ولايته، ولو حقوا عليهم أمراء، وإنما أمراهم منهم من أهل نجد. فلم يخرج الشيخ محمد على الدولة التركية، ولا الإمام محمد بن سعود، وإنما قاموا بالدعوة إلى الله ودخلت تحت ولايتهم بلاد نجد، وهي ليست تحت ولاية أحد من قبلهم. فالكل قرية وكل بلدة لها أمير هم الذين يختارونه وينصبونه منهم، ولا للدولة عليهم سلطان، ولا أقامت عليهم أمراء. هذا شيء معروف من التاريخ. نعم. ما معنى قول علي رضي الله عنه: إن هذا يقول من فلج فيه يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة؟ يعني من غلب، من غلب بالحجة. الفلج هو الغلب، الغلبة بالحجة والبرهان. فمن نصره الله في هذا اليوم بالحجة والبرهان فإنه في يوم القيامة ينتصر على خصمه أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن المخالف نعم مسلم، مسلم. فإن المخالف مسلم في هذه الصورة، يعني أن أهل البغي مسلمون لكنهم أخطأوا في خروجهم على الإمام فقتلوا من أجل دفع شرهم، ولم يزل بذلك إسلامهم، ولا ارتدوا عن دين الإسلام، فيعاملون معاملة المسلمين. مثل ما إذا قتل الجاني عمدا عدوانا، وقتل الزاني بالرجم، فإنه لا يكون قتله في الحد، لا يكون قتله في الحد حكما بخروجه من الإسلام، وإنما هذا حد وعقوبة فقط، وإلا فهو مسلم يعامل معاملة المسلم. نعم. من أظهر الكفر بقوله أو بكتابته حكمنا بكفره، حكمنا بكفره، ويعامل معاملة الكافر، إلا إذا ثبت أنه تاب من هذا القول ورجع عنه، وما لم يثبت فإنه يعتبر كافر ولا يترحم عليه ولا يستغفر له، وإذا مات لا يصلى عليه لأنه يعتبر كافر حتى تثبت توبته ورجوعه إلى الحق. نعم. لا يحكم بردته، لكن يبين لهم من يثبت هذا أنهم يصلون بدون وضوء؟ من يعلم هذا؟ إحنا ما لنا إلا الظاهر، إحنا ما لنا إلا الظاهر، ما دام صلوا إحنا نبني على الظاهر نقول صلوا خلاص، وهذا راجع إلى ذمتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. نعم. لا، هذه العبارة فيها نظر. الصحيح أن الساحر يكفر مطلقا وبدون تفصيل، لأن السحر لا يكون إلا بالاستعانة بالجن والشياطين،
وكذلك الكاهن الذي يدعي علم الغيب يحكم بكفره، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، فلا تفصيل في هؤلاء. نعم. قضية الشيخ رحمه الله كثيرا ما نقرا في أصحاب القبيلة من عينة كتاب العلماء وغيرهم أن ذلك الصلاة عند المغتسل تستتاب ثلاثة، فإن تاب فإلا قتل، ولما اعتدنا مهمة في تقديم أحدهم مع كفرهم هداهم الله، فما السبب في ذلك؟ العلماء يبينون الحكم، وأما تطبيق الحد هذا يرجع للمحاكم، هذا ما هو عند المفتي، هذا عند القضاة، فيرجع في هذا إلى المحاكم. فإذا أقيمت دعوى على واحد أنه أنكر الصلاة أو أنه لا يصلي أبداً وثبت بالشهود، فالقاضي يحكم عليه ولا ينفذ الحكم إلا بحكم شرعي من القاضي، ما هو بالفتوى فقط، لازم حكم شرعي على فلان ابن فلان انه ثبتت ردته، فيعامل معاملة المرتد. اما الفتوى هذه حكم عام لا يعنى بها شخصا معينا، وانما هي حكم عام. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ما قال من احد المسلمين انا لا ادري هل النصارى على صواب ام لا جهلا منه، فهل يرتد بذلك؟ الأصل إن هذا ما يخفى على المسلم، ما يخفى على مسلم أن النصارى على باطل، فإذا شك في ذلك فهو مرتد، إذا شك في ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام. كيف يكون مسلم ولا يعرف بطلان؟ ما يكون الإنسان مسلم إلا إذا عرف الإسلام وعرف ضد الإسلام، هو الإسلام بس مجرد اسم أو تسمى. نعم. هذا كلام خطير جدا ولا يصدر من مسلم، لكن باب التوبة مفتوح، عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل توبة صحيحة ويكف لسانه عن مثل هذا الكلام، وإلا فإن حكمه حكم الرافضة، لأنه برر ما هم عليه وزكى ما هم عليه، وشك في مذهب أهل السنة، أدري هم اللي على الحق ولا الرافضة، هذا ردة صريحة. نعم. قضية الشيخ رحمه الله: من سلم النبي صلى الله عليه وسلم فهل يستتاب أم يرتد؟ يستتاب، الصحيح أن كل مرتد فإنه يستتاب، وإن كان بعض العلماء يقول من سب الله أو رسوله فإنه يجب قتله بدون استتاب، لكن الصحيح أن التوبة مطلوبة من الجميع، من تاب تاب الله عليه ولو سب الله ورسوله، إذا تاب توبة صحيحة فإن الله يقبل التوبة ممن تاب. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله: هل يطلق حكم المرتد على من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من سب أصحاب الرسول عموما فهو مرتد، لأن الله مدح الصحابة وأثنى عليهم وزكاهم فهو مكذب لله، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة ومدحهم ونهى عن سبهم فهو مكذب لله عز وجل. أما إن سب واحدا من الصحابة فهذا ينظر فيه، إن كان عن جهل منه أو تقليد لغيره فهذا يبين له فضاعة ما قال، يطلب منه التوبة، فإن أصر واستمر على تكفير أحد من الصحابة أو سبه يحكم بردته. نعم. لأن الله لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال ليغيظ بهم الكفار، فدل على أنه ما يغتاب من الصحابة إلا كان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: هناك رجل يقول ألا أنا لم أطيع إمام المؤمنين الأعراب لأنني لم أبايعه بيدي فكيف أرد عليه؟
البيعة ما هي مطلوبة من كل أحد، إذا بايع أهل الحل والعقد تمت البيعة ولزمت الطاعة. ما يطلب من كل أحد أنه يبايع، هذا صعب ولو مطلوب شرعا، وإنما أهل الحل والعقد هم الذين يقومون مقام البقية، فإذا بايعوا لولي الأمر انعقدت بيعته. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، والمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فكيف إذا بايع أفضلهم وأهل الحل والعقد؟ فلا، تجب الطاعة على الجميع. نعم. ما يعني الواجب عليه أن يهاجر من البلد الذي كله شر وكله كفر، واجب عليه يهاجر إلى بلد الإسلام. الله جل وعلا يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. لا يجوز للمسلم أنه يقيم بين الكفار مختارا آنسا بهم مواطنا لهم وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد مسلمة. نعم. لا، ما قبل الله توبته، الله جل وعلا ما قبل توبته. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. من كان محافظا على طاعة قال في سبيل وبعد مدة لا، ما يكون مرتد، يكون هذا عنده معاصي ومخالفات يجب عليه التوبة، ولا يعتبر هذا من الرد، أخذه للحيته أو قصه لها أو إسبال ثوبه، هذه معاصي، حتى أكله للربا هذا ما يعتبر رده، ما لم يستحله، ما لم يقل إنه حلال، يعتبر هذا كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعتبر رده إلا إذا استحله، قال هذا حلال، حينئذ يكفر. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، ما رأي قضية الدين من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم بالجماعة حديث عام، حديث عام لصلاة الجماعة ولغيره، وجماعة المسلمين والسمع والطاعة هذه أولى، هذه أولى الجماعات. نعم، فهو عام لجماعة المسلمين في السمع والطاعة وفي صلاة الجماعة وفيما عليه المسلمون، يكون معهم ولا يكون شاذا عن المسلمين فيخالف ولي الأمر أو لا يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة أو يعتنق أقوالا مخالفة لما عليه المسلمون أو أفعالا أو غير ذلك، يكون شاذا. نعم. ومن شذ شذ في النار. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، من حكم لمن يقول بأنه لا يرى أحد الموحد وهل لقضيه وجه من الصحة؟ هذا جاهل، هذا جاهل ولا يقبل قوله ولا ينظر إليه، لأنه جاهل، وما من حقه أنه يتكلم في أمور الشرع وهو لا يعرف ولا يحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.